الجوع واحد من أهم مصادر الخلافات والجرائم اللي ممكن يرتكبها بني الإنسان وبني الحيوان. حكاية من أغرب حكايات عالم الحيوان هنسمعها سوا في الفيديو ده. لبؤات بتخوض صراع عنيف مش علشان ملك أو حكم أو حتى دفاع عن بعض، صراع بسبب الجوع. ممكن احنا بسوبر ماركتاتنا وتلاجاتنا اللي مش بتفضى منها الاكل ما نفهموش قوي، انما في حالة حرمنا منه ممكن نتحول لوحوش اعنف بمراحل من اللي بتشوفهم قدامك. ده قطيع من اللبؤات الرحالة اللي بتتنقل من كل فترة والتانية لمكان مختلف، وفي وسط رحلاتهم الكتير في البحث عن صيد او فريسة شافوا قطيع الجاموس البري ده. كل حاجة كانت مستقرة، الجاموس صاحب النظر الضعيف كالعادة في غفلة من اللي مستنيه، واللبؤات الجعانة على أمل تصبر جوعها بوجبة جديدة. لكن الصياد الماهر ما كانش لوحده اللي حاطط عينه على الجاموس. بيظهر من العدم قطيع لبؤات جديد، بس مش رحالة زي التانيين، دول أصحاب الأرض والنفوذ. وفي غفلة من اللبؤات الرحالة بينجح القطيع التاني انه يفوز بالسبق ويهاجم قطيع الجاموس. هجوم متسرع وفاشل لفت انتباه الجاموس وخلاهم اكتر يقظة، وتسبب في عداوة بين القطعين ورغبة ملحة من اللبؤات الرحالة في الانتقام. ثواني وتبدأ المعركة، كل لبؤة عارفة تميز كويس مين في دول معاها ومين من القطيع المنافس. لحظات عنيفة انتهت بهزيمة وانسحاب أصحاب الأرض اللي ما تبقاش منهم غير اللبؤة الشابة دي بعد ما وقعت مصابة في آخر المعركة، وعلى عكس المتوقع انهم يخلوها تخلص من عذاب جراحها بقتل رحيم. اللبؤات الرحالة تعمدوا ما يشبه التعذيب معاها بهدف انها تزقر وتستنجد باللبؤات اللي هربت. اكتر من 5 لبؤات غير الاشبال مهتموش باللبؤة المصابة فيما عدا اللبؤة دي، واللي يظهر انها امها. والله زي ما بقولك وهتتأكد في اخر الفيديو. اللبؤة الام بترجع بشجاعة لمكان اللبؤة الشابة، وبهدوء مبالغ فيه كما لو كانت رسالة للبؤات الرحالة بالاستسلام، بدأ انها بتترجى انهم يفرجوا عن الرهينة. مشهد مؤثر انتهى برجوع اللبؤات الرحالة لقطيع الجاموس، وزاد بؤسه اكتر واكتر لما لبؤات الفخر بما فيهم ام اللبؤة الشابة اضطروا يهربوا من جديد بعد ما يأسوا من حالة اللبؤة الشابة. هروب درامي ونظرة وداع أخيرة بين الأم وبنتها بعد ما فقدتها في معركة قامت بسبب الجوع. نظرات بتأكد حقيقة دايما بنناقشها، هي الحيوانات فعلا ما بتحسش؟ ساعدني برأيك للوصول لإجابة منطقية. وفي الأخير خلينا أفكرك، هكون سعيد جدا لو انضميت دلوقتي لأسرة أرض العجائب واشتركت في القناة، وهكون أسعد لو عملت إعجاب بالفيديو، وأشوفك الفيديو اللي جاي على خير.